وصباح الخير وصباح النور وصباح الطاقه الايجابيه الكبيده ديالي. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير هانين. كي دايرين مع الصحه؟ كي صبحتوا نشيطات حادقات؟ تبارك الله وما شاء الله عليكم، الله يحفظكم الله يخليكم ليا. وشكرا بزاف على دوك الدعوات الزوينين وعلى دوك التعاليق الزوينين، الكلام اللي من القلب كيوصل للقلب. الله يحفظكم ليا. صباحه كالليبري البنات، شوفوا كراتن، شوفوا هما السلعه الكراتن، وما يخصني حاجه وحده ما عرفت فين هما الكراتن. تنقلب عليهم ما لقيتهمش، وانتما ارجو كاع الحوانت كندورهم على حساب الكراتن حتى دابا في لاجونس باش يوصلوا للناس، ومازالين هادو خصني هنايا السلعه محطوطه ليا خصني كراتن كنقلب عليهم وكنليفري صحاب الفقيه بالصالح هنايا. المهم الحمد لله، اللهم لك الحمد، حنايا غادي صالحين النشيطات. نادو زنوبة بنت اختي باقي ناعسين، خليتهم ناعسين حتى ترجع نورها مشات ليكول ديالها. انا نقضي شغالاتي وندي ليهم كومير ولا شي حاجه باش يفطروا، بعدا نصايب ليهم الفطور. واليوم الكبيدات ديالي، اليوم غادي نشوفوا الطبقه الاولى، راها سالات الطبقه ديال بيوت النعاس البنات. غادي تشوفوها قبل ما يدخل ليها السباغ، ما غاديش نصبغ السباغ ديكوراتيف دابا، غادي نحاول نحيد البنات غير داك ما يبقاش ليا السيمه داك الشيء زرق هكاك صافي باش تبان ليا الدار مضويه وزوينه. والحمد لله حنا غاديين بشويه بشويه، والله يوفقنا والله يوفقكم يا رب العالمين. هادو كنصايب شحال من وحده كتسول عليهم، لا هادو لا دوك الكحلين اللي كنكون دايره، هادو البنات راهم القيصاريه ب 60 درهم، والكحلين حتى هما واش ب 50 درهم ولا ب 60 درهم، والله ما نكذب عليكم. المهم هادو لقيتهم عند لوبتيسيان غاليين، ما كينعس ب 7000 8000. وانا نتحزم مشيت للقيصاريه انا ونادا بني من لك، مشيت معرفتش ندير واحد الشغل، ها انتما راه سايقه بلا نضاطر تصحبوني عوره شنضحك نضيط راسي. المهم مشيت للقيصريه خديتهم، مشيت دابا عند واحد مول الدروكري ونقلب معايا النيت على الكراتن. وها انتما معايا الكبيده ديالي فاش نمشي للدار باش نوري لكم الطاقه الايجابيه. الطاقه الايجابيه شدك نعلقك بنشاش نشد نعلق البنات ندير لها بحال هكا الماكينة سكسات زين بقى نعسة زين بقى زين بقى عفقت من جدة الصباح صات 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 أويلي حالي كيفان عليكم البارح والله هيتي كان واحد الوقيت الصاد بزاف ورا شوية وكنت غنبغي نسدو هادوك الشرايين بنات انا يعرفوا صباحه نشيطه نشيطه وحاجه ماشي جبت باريزيان زنجلان عزيز عليا ولماذا انت نشيطه؟ جبنا الكاشير جبنا لهم ولماذا اختي انت نشيطه؟ حيت معليش شقينا ما نشطتش اش غندير نبقى معاها عليك تما هادشي فايقه هادشي انا وصحنا نزال مدرسة تعاودوا يا ربي نجح صحاب الباك يا ربي يا ربي يا ربي ها؟ شكون ينجح في الباك؟ قليل عرفتي صعبوا اليوم بزاف وحق الله كنا ندخل كنشوف كنلقى داك الاساتذه داكشي اللي كيصحوا سبيتو كيقول لهم حكا ما كاينش يعني نقط كارثيه بالنسبه الفرنسية المادة الفرنسية التربية الإسلامية شي ناس هما يا ملي وصلوا الباك ما لقاش والو في التربية الإسلامية وفي الرياضيات هادو ثلاثة هي هيدا تيديا والله إلا عرفتي لو ضربتني خاطري في هاد الصباح يا ربي نجحهم يا ربي يفرح والديهم لا صحاب السيزيام لا صحاب الباك لا صحاب الكاتريام لا صحاب السادس. المهم كاع وحتى
حتى الابتدائي سانكيام نورهان الرابع كاع المستويات الدراسيه تنضلوا حق الله العلي العظيم. الى الاساتذه كنتمنى اللي كيصحوا خويا يديهم واحد شويه حقاش الوالدين مساكنه دابا هما ما كنتش صح داكشي خاطر راسي بقاو يصحوا تيتعاودوا تيعاودوا حتى الاخرين يفيريفيو داكشي راه بالبيسي فهمتي وانا عاد ما كاين شويه يا ربي يلعبوا يا ربي تنضربوا تمارا مع وليداتنا والوالدين مساكن تتصيبهم معصبين كثر من الوليدات وليلى يلا كاين مسكين اللي الو نبداو على بركه الله والبريريد البريريد والكويسات هنايا في الدروس عرف شويه البنات في الدروس كيفاش طلعوا طالعين غزالين مازال ملي نسالي ليهم الرخام حتى هو ونوري لكم الشيتا كنضلهم دابزان ومعلمين عليها حيت هما كيحتاجوها لتحت باش كينقيو تبارك الله ما شاء الله عليهم ما كيخليوش الروينه غير هذا وهذا الشيء راه ضروري لان كيطلعوا سميتو كاينين كنشوف شي وحدين يعني ما عندهم غرض كيبقى السيمه كيبقى هذو اللي راه ملي غيساليو كلشي غادي يتنقى حيت البارح درنا هاد الجهه هذه الاخرى ايوا بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله هنايا راه غير التراب عرفت راه ما صبرتش وحق الله العظيم البنات ما صبرت شوف انا نحط الكفته هنا حتى نوري لكم ما صبرتش انني حتى نجفف ونقي حيت المعلمين مازال كنقول لهم حيدوا لي الفايونس حيدوا لي الفايونس بغيت نصور خلاص البنات راه عندي المتتبعات فرحانات معايا خصني نفرحهم كيتسناو مساكن ف سميتو ما صبرتش والله ما صبرت نورهان نورهان اجي اختي طلعي شعلي الضو ديال الفوق الله يرضي عليك البريز البريز هنا فينا هو صافي صافي واخا صافي صافي كي البريز لي المهم البنات نوري ليكم هانتوما راه مازال هنايا يلاه ركبوه البارح مازال يديروا ليه الماستيك شوفوا داك شوفوا كي جا داك الشعر ثم غيتصبغ هنايا غيولي شكل اخر المهم هذا البنات راه الباركي فو باركي كو بلازير هذا بحال العود ملي غادي تضرب ليه واحد الجفيفه عاده غادي يبان لكم دابا حين السيمه ها نتوما ومازال غادي نضرب ليه واحد الجفيفه خفيفه ملي هبطوا ليا ها نتوما علاش ما جففتش حيت كاينه البرويطه كاين هذيك كاين سميتو ما نصيبش كيفاش نجفف غيتجفف غادي يولي لكم واعر هذا بلاتي شتو هانتوما وري لكم هذا الباركي كو بلازير الثمن ديالو البنات انا كنت خطيته ب 170 درهم دابا ولا ب 200 درهم لان تزاد فيه كان ب 170 درهم دابا راكم عارفين كل حاجه تزادت المهم اللي غادي تجفف عاد غادي يبان لكم مزيان هو راه ما بين الصراحه وانا فيا الزربه وما قدرتش انني ما نوريش لكم لان بغيت نوري لكم الصراحه الدوش حتى هو بنوري لكم بزاف الحوايج المهم هنا البنات هنا السيجور شوفوا ملي تقاد الناس اللي متبعين معايا دقه بدقه غادي يعرفوا كيفاش كان هذا كان كيبان صغير دابا ملي غادي يزيد يتصبغ عاد غيبان لكم هنايا ما درت فيه حتى شي بانو ديال القبص ولا لانني بغيت ندير داك العود اللي كيبان لكم مشرط عرفتوها البنات هو اللي بغيت ندير بانو تما مع التلفازه مع الطبله ديال التلفازه ان شاء الله وهنا بلاصه الفوطويات هنا فين يبقاو البنات يتفرجوا باش لتحت يهبطوا غير ياكلوا هنا حيت بيوت النعاس وداك الشيء يبقاو يتفرجوا التلفازه ما دايرهمش ليهم في بيتهم شوفوا مع القرعه ديال المالكاطع باش نبداو نجفوا باش يتحيد هذا الشيء مهم وتما راه الشرجم مضوي هنايا مازال ما سديتش الشراجم هنايا البنات بسم الله نوري لكم هانتوما بيت نور هان هنا دابا راه شويه نقي شويه على تما غيبان لكم شوفوا شفتوا كيفاش كيبان
شو كيبان هنا؟ كيبان لكم نقي وزويون. المهم هذا اللون ديال الخشب باش ما يبان فيه لا وسخ لا والو. وشوفوا هنايا درت هذه سميتها الباغيت. حتى هو اللي حساب النور على الباغيت ديال الماكله، هو يا الباغيت ديال الفايونس. المهم باقي هنايا الباب ويجيبوا الله الالومنيوم. بيت نار هان ندخلوا البيوت الاخرين. ها خرجي بلا اذن، خرجي بيتي. واخا اختي سمحي لنا نصور على النور هان. عايشه الدور، الله يجي عايشه الدور. انا شنو راه خطر يو بيش من هذا ماي روم. اه وفين تاتا واجي غزاء؟ صافي كبرتي، صافي تصرت الشعيبية. نوران فين السلامة؟ السلامة تاتا واجي، لاباس بخير؟ واخا يلاه قولي السلامة تاتا واجي. السلامة تاتا واجي لاباس بخير؟ شوفوا نوران مريم بالكواليس وجينا الشقاية بالقراية والو. يلا حيدي ما غاتش تحيدي. سير مشت هنا مازال البنات كيف ما كتشوفوا هانتوما خصنا نحيدوا داكشي ديال الفايونس اللي بقى هنا. يخلينا بياسه من هذاك ديال التحتاني اللي خصنا. وهنايا هذا بالنسبه للبلاكارات، شوفوا راني درت فيهم الفايونس تاعهم. شوفوا مو عندنا هادشي كامل يتلاح، درنا فيه الفايونس تاع هو. واخا راه مازال غادي ندير هنايا ملي غادي نصايب الماريوات للبنات ضروري خصو يتلبس بسميتو. توا قولوا لي شنو هو في التعاليق داك بابيبا. واه بابيبا ولا بالعود باش ما يبقاش بحال ما هكا. نشوفوا حيت هادشي خاص يساليو المعلمين باش نحيدو هادشي اللي عندهم به الغراض بحال هادو دابا ديال البلينتات وسميتو. الا كانوا غيخدموا بهم يديروهم، ما كانوش غيخدموا بهم غادي يحيدوهم يتلاحوا. هادي راه بياسه باقه خاصها تطلع للفوق تطرف في بيت الصابون، وكان يكون شي حاجه شي تهراس ولا الله يستر. هنايا البالكون البنات شوفوا كيف جا واحد الدار مازال. شتو ملي كيكونوا المعلمين كيكون مازال هنايا. ملي غادي ندير الكريفي هذا البلاصه خاص ضروري تعاود تضرب. شوف هنايا واش الضو كاين كيفاش. ديري البريزا نور هاد، ديري اختي الله يرضي عليك. لا ديري راه ورالك عمك محمد كيفاش ديري لي. انا البنات بالنسبه لبيتي او شوفوا انا درت لكم الضو مصباح على الدين. بالنسبه لبيتي البنات ها انتم مايا شوف نورهان نورهان تطلي على زينب. هنايا البنات بيتي راه كبير تبارك الله، فيه 4 متر وشي حاجه على 5 وشي حاجه. المهم انا ديك شي حاجه هي اللي ما عارفاش. المهم تما البنات اللي قالوا لي كون درتي غشر جام هذاك الباب لاش هادي تايت صايب وعاد ديك الساعه غادي يعجبكم. تقول لي صباح كاع ما كنا حسابنا غادي يجي بحال ما هكا. المهم انا قلت الباب حسن من الشرجم، وديك الساعه راه غادي نقادو ضروري هنا بلاصه الناموسيه وهنايا بلاصه الماريو. نورهان ملك غاديه جايه، ملكي حيره مع راسك. سيري هنايا بيت نادى البنات حتى هو. شوفوا الباركي ملي غادي يتجفف وتصبغ ضروري غادي يبان مزيان. وهنايا الماريو ديالها حتى هويا درت ليه الفايونس لا في الارض لا في الفوق، راه حتى الفوق البنات درت ليه الفايونس باش ملي يجي النجار يا اما يغلفو بالكونتر بلاكي اولا غادي ندير ليه انا بابي بان. ديك الساعه غادي يكون ساهل انه يتقاد، لان التحت راكم عارفين الا دار فيه غير الفايونس بوحدو تتولي الحوايج فيهم ديك الرطوبه ولا شي حاجه.
مهم خاص هنا خاصو يتخمل، خاص يساليو المعلمين باش يشوفوا شنو اللي محتاجين من اللي ما محتاجين. كيف ما كتشوفوا ليها راه بياسات ديال تحجارت، واحد الشطابه خاصني نهبط انايا نضرب واحد التمارف قدام الدار، نضرب شي شطيبه هي هذيك الشطابه اللي كتخاونا المي البنات العاقلين، شطابه امي هي باقا. شنو هذا؟ ايه بارد ديال الحديد. نشوفوا يلاه لاحظتم قبيله وانا كنهضر، يلاه لاحظتم نشوفوا هاد البراد ديال الحديد تاهما اش غنديروا بهم. ايوا ونوري لكم الدوش. الدوش البنات تا هو درتو بالباركي، هانتوما باركي. وهنايا شوفوا كيف داير، شتو درتو بالباركي هذا. ماشي نشوف هنا واش تشد ولا لا، باش نوري لكم. هانتوما البنات هنا باش يكون الاضاءه. هنايا درتو بالباركي فلارت، وهذا حتى هو يا راه بحال اللون ديال العود. وهنايا درتو في الابيض، هنا راه مازال ما دارش لي الماستيك. وهنايا درتو في الابيض البنات، كنت بغيت ناخذ واحد الابيض واحد الشكل اخر مات، ولاني لقيتو مازال حقاش هذا ديال برا مازال ما يتصايب حتى شهر 7 وما يدخل لهنا يعول حتى شهر 8 ولا صافي. وليت درت غير هذا و البيض مع العود راه كيتواتى بزاف، لان ما يمكنش نديرو كامل باللون ديال العود. هنايا البنات اللي قالوا لي صباح ضيقتي بهاد اللعيبه، لا ما ضيقتهاش البنات. هنايا راه غادي يجيو ديزيطاجير ديال العود اللي من بعد غيتحطوا فيه، غادي تشوفوني شنو غادي ندير فيه. وهنايا غيجي الزاج، غادي نفرقوا بالزاج. ديك البلاصه ديال الابيض هي اللي غادي يجي فيها الزاج ديال الدوش، اللي ها مازال خص هذه هنايا غادي دار البلا دار هذيك ديال سميتو الرشاشه ديال الدوش. هنا بلاصه لاشاس، وهنايا بلاصه لافابو. داكشي غادي يكون مقاد ومعاود ان شاء الله. واخا راكم عارفين البنات هذه ماشي كبيره بزاف الدوش، ولكن غيكون داكشي يعني يكون حدو قدو. المهم انني هنايا مع بيوت النعاس ضروري هذا غيكون دوش خاص بينا انا وبناتي، لان هانتوما هذا بيت ناد نورهان، بيت نادا، بيتي انايا، والدوش هنايا، وهذا السيجور هنا فين نورهان اللي تتفرج الصراحه بزاف. اما نادا ما تتفرجش بزاف، باش ندير لها الفوتويات باش ما تبقاش تهبط حتى لتحت صالونجي عاد تجلس تتفرج. الدريات كنعيط لهم والله ما بغيطلعو، كنقوليهم طلعو المنظمة باش كنكون وحدة شادة التيليفون. المهم هما يا ما تيبغيوش الكفتة، لا ماشي ماشي مابغيوش الكفتة، ما تيبغيوش المرقة. زادتهم بنت ختي تاهي قالتلك أنا معزيزاش عليا حبيبتي لا مرقة لا داكشي ديال زعما الطياب التقليدي، باغات هي تخربيق بحالا بحال البنات. وصايبت ليهم الكفتة وصايبت ليهم البصلة وما عطيتش هادي راه ما عطيتش الصفرا. المهم باش يديروا كاسكروطات يديروا مع كيتشوب ومايونيز داكشي هما اللي عزيز عليهم. امي اللي داك اليوم تاعنا هنيتوني ما مساليه نقول ندير لكم الكفته وكا يا داك الدجاج ديال النوغات حتى تنسالي لكم حتى توجد الكوزينه على ديك الساعه. صايبوا حليوات وصايبوا كيكات والكوتي وداك التخربيق. المهم غيكون عندي الفران جديد، غيكون عندي داكشي زويون وغادي نقضي ان شاء الله. المهم صايبت لهم هذا الشيء البنات وكنعيط لكم. الله ما بغاو يطلعوا نورهان، يلا طلعوا المناضه ونطلعوا ناكل ثاني باش نهبط نشوف شغالاتي ونهبط نشوف شي حويجات نمشي نعاود نليفريهم، لانهم عليهم صيفطوا ليا الخلاص ديالهم نعاود نخرجهم. ايوا حنايا غاديين هكاك. كتبتولنا البنات انكم تكتبوا ليا التعليقات ديالكم. شوفوا السخان، شوفوا 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 اختكم شتو حيت الجري وداك التمارين ما دارتش فيا تخرج ليا السخان هنايا. قولوا لي كي جاتكم الطبقه الاولى بيوت النعاس البنات، مازال ان شاء الله دابا كنت عوال انني نصبغها
عادة نستف البنات حوايجهم في دوك البلاكارات، واخا باقي ما جاش النجار سميتو، على الاقل باش ما يبقاوش مليوحين في الغبره في الدوزيام ايطاج. ولكن عقبت قلت خلي نتنفس واحد شويه، ما نتقش بزاف، ندير لهم غير الكاواتشو واحد الكوش وعدا بعدا اوليه باش نحيد بحال ما بقى يبان ليا هاد السيمه كحله في الحيط، باش شويه تضوى البيت، وحتى ان شاء الله، وحتى البنات الا بغيو ندخل الضوء ولا شي حاجه، حيت البروميير ما فيش الضوء، الدوزيام ما فيش الضوء، الفوق هنايا ما فيش الضوء، كاين الضوء غير في الريت شوسي. فإلا بغيت ندخل الضوء، الا بغيت نخلص المكانه ديال الضوء، وبالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني بشحال المكانه ديال الضوء، تقريبا شي 27 الف وشي 500 درهم ولا 800 درهم، اللي تتخلصي 50 درهم ديال لا فيزيت. الا بغيت ندخل الضوء خاصك تكوني صابغه، يعني اي بلاصه بغيتي تدخلي لها الضوء، اي طبقه دخلي لها الضوء خاصك تكوني صابغه ومدوزه دوك السويرتات وداكشي، عاد يعطيوك انك تدخلي الضوء. داكشي علاش قال لي المعلم احمد ديري غير سطله وحده ديال الكاواتشو، بعدا على الاقل تحيد ديك السيمه الكحله، ضوي لك الدنيا، ولا بغيتي تدخلي الضوء ولا شي حاجه. وفعلا غادي نشد الراي ديالو، غادي نعيط على السباك ندير كوش واحد سطله ما دات ما جابش، شحال دايره من 1000 ريال ما عرفتش، 12000 ولا ما عرفتش شحال. المهم شوف شحال من سطله غادي تهز ليا، غادي نديرها للدروج ونديرها للبروميير ايطاج باش يبان داكشي بضوي ومقاد معاود. نتمنى البنات انكم تخليو ليا التعليقات ديالكم، تقولوا ليا كي جاكم باركي، اختاريت انني يكون واحد الاختلاف ما بين البروميير والدوزيام وبيوت النعاس. بيوت النعاس كيف ما كتعرفوا يعني تيكونوا دايرين مربجين بزاف من هاد الانسات اللي عندي، فداكشي علاش درت لهم باركي باش ما يبانش فيه الوسخ. خليو ليا التعليقات ديالكم البنات، وقولوا ليا كيف جاكم، وشجعوني والله يوقع لكم السر، وما تنساوش انكم ديروا لنا لايك وبارطاج الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.